صباح النور مشاهدينا، شكرا منى. بعد 5 أفلام قصيرة وجالت على مهرجانات عديدة ورشحت للأوسكار ومشوار ممتد بالمجال التلفزيوني، قدم المخرج الأردني زيد أبو حمدان فيلمه الروائي الأول، فيلم بنات عبد الرحمن، الذي استغرق العمل عليه حوالي 7 سنوات ويتصدى بشكل رئيسي لقضايا المرأة العربية. عرضه العالمي الأول كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث شارك في المسابقة الرسمية وحصد جائزة الجمهور، وأيضا شارك في مهرجانات أخرى، واليوم هو يشارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة. نستقبل معنا باستوديو المخرج زيد أبو حمدان ليتحدث أكثر عن الفيلم. صباح النور زيد. صباح الورد، كيفك؟ الحمد لله تمام، مبسوط كثير ان انا هون معك. وشكرا، وانا كمان كثير سعيده وكثير سعيده بالفيلم يلي كمان رده فعل الجمهور اللبناني كانت جميله جدا على الفيلم، متفاعل معه، يعني لبنان والاردن كانه بلد واحد، يعني قراب على بعض. بدايه اخبرنا، انت كمان عندك جذور لبنانيه، فالقصه هي مستوحاه من واقعك، من حياتك، من النساء المحاط فيهم من والدتك ونساء اخريات، كيف بلشت تشتغل عليها ومتى بدات بكتابه القصه؟ بلشت كتابه هالقصه من تقريبا من شي 6 7 سنين. كنت عم بحكي مع امي بشغلات، كنت برجع على الاردن ومعي جوائز الافلام القصيره والنجاحات تاعتي، وامي مبسوطه لي كثير، بس بعدين بالحوار والنقاش حسيت انه طب مثلا امي كمراه بالعالم العربي وين كانت طموحاتها؟ لانه امي عندها كثير طموحات وكثير شغلات، وهلا امي عم بتمثل كمان، يعني مع نجاح الفيلم بلشت تمثل، فقلها مشهد كمان بالفيلم، فبس حسيت انه هي كمراه عربيه، كاخت، يعني الاخت الاكبر لاربع بنات، كأم لأربع أولاد، كزوجة لعيلة كبيرة، يعني لأبوي من عيلة كبيرة، فكان عليها كتير ضغوطات، اللي هي بتصير المرأة حياتها عم تمشي عم تمشي عم تمشي وما عم تعمل الإشي اللي هي بدها إياه، الإشي اللي بيخليها تقوى كمرأة، تحقق طبعا. فهذا الإشي طبعا أنا بالنسبة لي يعني أنه وجع لي قلبي، لأنه هاي أمي، يعني صرت بعدين شفت أمي بطريقة تانية، بطلت أمي بس الست الحلوة اللي بتدير بالها علي، اللي بتخاف علي، اللي بتطبخ لي، اللي بتحتفل فيي دائما، لا، هي إنسانة عندها كان حياة كاملة قبل ما أنا وجدت على هاي الدنيا. فبعدين بلشت أحكي يعني مع ناس تانيين ومع خالاتي ومع مع مع قرايب إلي وبنات عمي، وبنات عمي الحبايب قلبي بوجه لهم تحية على فكرة، كل أولاد عمي has been amazing بسبورت بهذه الجيرني. وبعدين عملت سيرفيز، صرت قدمت تقريبا 300 سيرفي لنسوان بالاردن، احصاءات بالضبط، لمختلف النساء من مختلف الباك جراوندز العلميه الماديه الدينيه الاجتماعيه، ولقيت انه في شيء ان كومن، انه هذا الشيء موجود عند معظم النساء، فقلت لازم اكتب هذا الفيلم. قبل ما نكفي حوارنا رح نشوف مقطع من الفيلم، نرجع من نكفي حوارنا. زيد شفت ابوي؟ نروح نرقص بعرس البنت وابوك ضايع مختفي؟ فعلا زيد، هن 4 نساء كل واحدة منهم مختلفة تماما عن الأخرى، مع أنه هن أخوة، وكل واحدة منهم بتمثل امرأة موجودة بمجتمعنا. واستغرق مثل ما قلت العمل على الفيلم 7 سنوات، والممثلة صبا مبارك اشتغلت معك بالعمل وكانت منتجة معك. خبرنا كيف طورتوا سوا الفكرة، كيف اشتغلتوا على الإنتاج، ومنعرف نحن يمكن هالقد أخذ وقت لأنه الإنتاج بالبلدين العربية صعب. نعم، هلا انا كتبت السكريبت وقعدت اطور فيه بفتره طويله، وبعدين وكنت جزء من التطوير السكريبت، كنت ببرنامج اسمه برنامج الراوي بالهيئه الملكيه للافلام، هو برنامج بيساعد الكتاب للمره الاولى يطوروا سكريبت تاعونهم. ف لما خلص النص صرت الف فيه على البرودوسرز المنتجين، وكانوا دائما يحبوا النص بس يتخوفوا منه، يقولوا انه جريء كذا، في مواضيع هيك، فما يحبوا انه يعطوني فيدباك حلو بس ما بده يكونوا انفولفد. لا صبا قرت السكريبت وقالت لي ذيس از ات، بدنا نعمل هذا الفيلم. وبعدين طبعا حكينا بالدور اللي هي رح تلعبه،
طبعا سما معروفه هي الممثله الشاطره الحلوه الكذا شيز ذا ديفا يعني على التي في، بس حبيت انه تو كاست هير انه اعطيها دور اللي هو مختلف شوي، اللي هي جسديا انصح اضطرت تكسب وزن كرمال الدور. نعم كسبت وزن وكمان اشتغلنا شوي بال 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 بالانتاج، فهيك تم يعني هيك اجى الانفولفمنت تبع صبا وبشركه صبا ببان ايست ميديا، وبلشنا يعني بعدين عملنا ريهرسلز وحضرنا وصورنا. وين كانت اكثر مرحله صعبه بانتاج العمل؟ للحقيقه طبعا في دائما كل عمل له مشاكل انتاجيه بغض النظر عن البادجت يعني عن الميزانيه، ونحن كانت ميزانيتنا طبعا انه يعني كافية للفيلم، ولكن طبعا أي مخرج بيحب يكون عنده ميزانية أكثر عشان يعمل شغلات أكثر، بس فعليا أنا بالنسبة لي كان الـ 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 الصعوبة ب كأحكي القصة، لأنه اكتشفت وأنا عم بصور قد إيه أنا بشبه هدول البنات، يعني أنا شاب أردني أكيد عندي مثلا مشاكل معينة أو أشياء بتحدني بشكل عام، لأنه شاب شرقي يعني حياته مش بصعوبة الامرأة الشرقية، ولكن برضه مجتمع منغلق يعني طبعاً مجتمع غير قوانين واعمل كذا وسوي كذا وكل هالشغلات، فاكتشفت قد ايه الفيلم قريب على قلبي، يعني كان مرات نصور مشاهد اوقف يعني فرحة بسيسو مشهدها الماستر سيني بديش احكي عنه كثير عشان ما نحرق الفيلم، بس انه بصورت اول مرة اول تيك عملته بتو تيكس شي واز اميزنج، اجت لعندي المنتجة آية وحوش وقالت لي شو مالك، كنت انا عم ببكي يعني بهذا لانه حكت شي اكتشفت قديش بيعني لي، فمن هون قلت ان شاء الله يكون هذا صعوبة الانتاج وصعوبة المشاعر اللي عندنا اياها كلنا انه توصل للناس ويكون الناس فعلا عندها نفس المشاكل فعلا او انه تو ايدنتيفاي يعني وصلت فعلا زيد، يعني الشخصيات الممثلات الاربع ممثلات فعلا برعوا بدورهم، والحلو كثير انه انت رجل عم تحكي بصوت هالنساء وعم بتفرجي فعلا مشاكلهم وهمومهم بطريقه كثير عفويه طبيعيه بنحكيها بحياتنا، كيف تم اختيارهم؟ هلا انا من اول ما كتبت الفيلم كتبت زينب اللي هو اسم الشخصيه الاساسيه الكبيره، وكنت بفكر بفرح بسيسو، انا طول عمري يعني فان لفرح بسيسو بشكل كبير، بعدين بس لما بلشت اكتب كان فرح بعدها عم بكلام نواعم، كانت عم بتمثل فتره بين صارت بكلام نواعم بعدين اعتزلت، فباي ذا تايم خلصت سكريبت وبلشنا بالانتاج عم نحاول نحكي مع فرح، فرح اختفت كليا مش موجوده كان بامريكا وخلص هيك انه بيس اوت انا ما راح امثل، فقدرنا نوصلها عن طريق صبا وقرت السكريبت وقالت لي هذا الدور المستاهل ارجع فيه على الساحه الفنيه، وبعدين طبعا حبيبات قلبي كمان حنان الحلو مريم الباشا، حنان الحلو لما عملت معها المقابل الاول انترفيو للاوديشن كانت كثير هيبي، يعني كانت هيك شعرها جدايل ابدا ما بتشبه العين يعني بينصدم الواحد لو يشوفها قبل، وعم تحكي معي وهيك وكذا، بس حسيت عندها الروح تبع الشخصيه، هاي الست اللي هي ضايق خلقها، الست اللي عندها سر كتير كبير بس بطريقه عفويه مهضومه كانت مهضومه جدا، هي ناس كثير عم تحبها كمان لحنان الحلو، وبنفس الوقت كمان مريم الباشا اللي هي يعني شي جويند يعني جاءت على التصوير متاخر، لانه كان نحن انا كنا اوريدي عندنا كاست وبس صار عندنا مشكله بالسكجولينج، فاجت باخر لحظه وصرت معها سهره كثير طويله اول يوم، وفعليا يعني عملت كل شيء بالضبط زي ما انا بدي، مريم كمان ممثله كثير بارعه، فانا عن جد كنت كثير محظوظ بالبنات الاربعه فعلا. زيد لما انعرض بالقاهره الفيلم لقى تفاعل كثير كبير، وكان في حتى بمقابلات كثير حكيت عن تفاعل العالم، خبرني شوي وانه فيلم اردني هالقد لقى استقطاب. هلا نحن بالقاهره يعني حسب ما عرفت انه اول فيلم يعني ب 43 سنه مهرجان القاهره، المهرجان عريق وقديم ويعني مهم بالمنطقه، اول فيلم اردني بربح هاي جائزه، جائزه الجمهور. وكان تفاعل الجمهور انا توقعت يعني قبل ما نعرض انه يكون نسبه مثلا من اكبر من النساء، ولكن مثلا رجال كبار شباب صغار بمعهد السينما خمس اولاد ضل اجوا حضروا العرض ثلاث مرات، بوجه لهم تحيه اذا عم بيحضروا. ففعلا الفيلم اكتشفت انه لانه كان صرختي انا كشخص انضغطت بهذا المجتمع، وانا شخص عندي يعني كثير بقدر حريتي، ما كنت عارف هذا الشيء، كثير ما كنت احب حالي، صرت احب حالي، فاكتشفت انه هذا الشيء مش بس عندي عند الجميع، عند كثير ناس. فالرياكشنز كانوا كتير حلوين، وبالسعودية بمهرجان البحر الأحمر ردود الفعل يعني كانت مش طبيعية، في إجت عندي ست منقبة بس عينيها مبينين بتقول لي إنه أبا أكلمك، وأنا إنه كنت عم بحاول أعمل مقابلة بس كانت كتير متحمسة بدها تحكي معي، بعدين أخذتني لجهة هيك يعني كان في ريد كاربت، فبس أنا شايفها شي شالت النقاب عن وجهها وقالت لي فشيت خلقنا، فشيت يعني فشيت خلقنا. حلو إنه وصل للناس بطريقة جميلة. هذا بالنسبة لإلي لانه الفيلم هالقد شخصي، هذا اكبر جائزه ممكن اخذها لما اشوف رد الفعل، وبرضه ببيروت
ناس بتيجي بتحكي شغلات كتير نوانس، بحس انه فعلا خلص اللي بدي اياه وصل، انا هلا مبسوط. بيلاحظوا تفاصيل كتير مهمة انت بتكون شاغل عليها. كمان شفنا ردة فعل ببيروت كانت حلوة كتير. الفيلم لانه داهمنا الوقت، الفيلم كمان رح ينعرض بالصلاة للناس اللي عم تحضرنا، تعرف كيف تقدر تشاهده؟ الفيلم ان شاء الله بالصيف بعد رمضان تقريبا، يعني بشهر 5 أو 6 حينزل بالسينمات العربية كلها، وقبل هيك نحن حنكون بكذا فستيفال، عندنا بعد اسبوعين بسان دييغو، وبعدين عندنا كمان بمهرجان باوروبا حنكون فيلم الافتتاح. ما بقدرش احكي لسه اي مهرجان، بس وبعد ما بنعرض بالعالم العربي. عمره بعده طويل بالمهرجان. نعم، رح نكمل بعدين بقى باوروبا بيوروب وامريكا وهيك. وانا عرفت انك عم تحضر لفيلم جديد كمان. نعم، فيلمي الثاني اكشلي، بس كان بنات عبد الرحمن عم بنعرض بالسعوديه، كان خارج المسابقه لانه نحن تنافسنا بمصر. فيلمي الثاني اسمه بوما، برضه عن قصه بنت مش عارف ثق، يعني بنت مثل مجرمه تقريبا تعتبر. هي قصتها مبنيه على 3 بنات فعلا بال80 و90 وال2000 كانوا. هذا بدنا نعمل له حلقه خاصه. حلقه خاصه، بس هذا الفيلم ربح كمان جائزه الانتاج الكبيره بالسعوديه برضه، فان شاء الله بنصوره السنه الجاي. يعني نحن ناطرين هذا الفيلم. للاسف زاد الحوار معك ممتع، لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا، بالتوفيق، وان شاء الله اليوم بختام مهرجان افلام المراه للسينما ببيروت انك تحصل على الجائزه، والتوفيق للكل.